السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السابع يونت 10 ليسون 5 Amazing Monuments، النصبة التذكارية المدهشة. ريد قراءة. Describe the picture and guess where this place is. ده طبعا تاج محل. To عمر، إلى عمر. Here we are in India. نحن هنا في الهند. Last week we traveled to Agra in the north. الأسبوع الماضي نحن سافرنا إلى أجرة في الجنوب في الشمال. We visited the Taj Mahal built in 1653. نحن زرنا التاج محل بني في عام 1653. It's an amazing mausoleum. إنه ضريح مدهش. الضريح اللي هو المكان اللي بيدفن فيه الأجسام الميتة. We listened to a wonderful concert of Indian music and watched an Indian dance. نحن استمعنا إلى حفل موسيقي رائع من لموسيقى هندية وشاهدنا رقصة هندية. People there were friendly. الناس هناك كانت ودودة. India is a huge country. الهند هي دولة ضخمة وكبيرة. The population is over 1,000 million here. تعداد السكان بيكون فوق 1,000 مليون هنا. It has one of the world's largest Muslim populations. هي لديها واحدة من تعداد السكان المسلم الأكبر في العالم. Yesterday we spent the night on a boat. It was a boat hotel. الأمس في البارحة نحن قضينا الليلة في على قارب أو مركب. إنه كان فندق قارب. I loved it. أنا حبيته. The food was really good. الطعام كان حقا جيد. I love Indian curries and rice. أنا أحب الكاري الهندي والرز الأرز. The weather was lovely all last week. الجو كان جميل في طوال الأسبوع الماضي. At the moment we are in the Himalayas. Himalayas. في اللحظة الحالية نحن في الهيمالايا. Tomorrow we are having a walk in the mountains. غدا نحن سنتناول جولة ومشية في الجبال. I'm waiting impatiently for it. أنا أنتظر بفارغ الصبر لها. Best wishes. أفضل أمنيات. From خالد من خالد. دلوقتي هنشوف مشهد يا أولاد عن التاج محل في الهند. When you enter from the gate, the Mughal kings, they have calculated every geometrical angle. First gate has been designed. It is an amazing mausoleum. هو عبارة عن ضريح مدهش. طبعا الكلمات اللي عندنا يا ولاد في الدرس دوت عندي موزيليان ضريح كونسرت حفل موسيقي population تعداد السكان impatiently بفارغ الصبر. طب احنا عشان نحفظ الكلمات دي هنقول ايه؟ نقول كده يا ولاد I impatiently شوفوا كده الجملة دي wait to visit the موزيليان مو زيليام and see the concert. يعني ايه؟ احنا بنتكلم عن الهند يا ولاد صح؟ إيه وجملة تانية هقول the Indian the population of India تعداد السكان بتاع الهند
is high، أو ممكن نقول over 1 مليون، over 1 مليون. طيب ايه حكاية بقى الكلمات؟ شوف انا عملت ايه، خدت كلمة impatiently اي wait to visit the museum and see the concert. شوفوا في جملة واحدة حفظنا كم كلمة؟ ثلاثة. انا بفارغ الصبر انتظر لأزور الضريح اللي موجود في الهند وأرى الحفل الموسيقي. مش احنا لما رحنا التاج محل شفنا حفلة موسيقية، قال لك we saw the concert we listened to a concert or listened to a wonderful concert، حفلة موسيقية، استمعنا إلى حفلة موسيقية رائعة and saw a dance an Indian dance، وشفنا رقصة هندية. كمان بقول the population of India is over 1 مليون، تعداد السكان بتاع الهند هو فوق الواحد مليون. خلي بالكو، يبقى احنا كده حفظنا كام كلمة؟ واحد اتنين تلاتة والرابعة. يبقى احنا يا ولاد لحد دلوقتي في الوحدة بتاع رقم 10 الكلمات اللي هنحفظها، أول حاجة الموقف بتاع الغواصة، فاكرينه بتاع اللعبة؟ يبقى كده نقول الرجل الطموح دفع فضة ليصلح محرك الغواصة. ذا اسمه ايه بقى؟ ذا امبيشس مان ها بيد سيلفر تو ريبير ذا سبمارين انجن. المشهد الثاني بتاع اللي هو كان بيصور الفيلم، ذا مان فيلمد ذا سين، ذا مان نيتلي فيلمد ذا سين اند كرييتد ا فيلم، ذا فيلم واز a good and in a good quality. صح الكلام ده؟ المشهد الثالث بتاع التاج محل اللي موجود في الهند، I impatiently wait to visit the museum and see the concert. The population of India is over 1 million. خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.